قررنا مع مجموعة من الفعاليات أن نضع عريضة وفق القانون الوطني وفق القانون المغربي من أجل أن يوقعها المغاربة بكل مشاربهم وبكل فئاتهم، وليس في الرباط فقط وإنما في كل أنحاء البلاد، من أجل أن نطالب المسؤولين بضرورة إيقاف كل العلاقات بكل أشكالها مع الكيان الصهيوني العنصر الإجرامي الغاصب، ومن أجل الاستجابة لهذا الشعب الذي يخرج بمئات الآلاف بالملايين في كل أنحاء البلاد. الحد الأدنى المطلوب للعريضة هو حوالي 40,000، ولكننا بالتأكيد سنصل إلى أعداد مئات الآلاف بل ربما ملايين من الموقعات والموقعين على هذه العريضة التي لعل وعسى أن يستجيب المسؤولون. بعد جمع التوقيعات ستأخذ العريضة مسطرتها وفق ما ينص عليه القانون لتصل إلى رئيس الحكومة بحكم أنه الممثل القانوني للحكومة. بعد وصولها إلى المسؤولين ننتظر الاستجابة إلى هذا الشعب، يعني وإلا ستكون الحكومة قد عبرت بشكل جديد على أنها لا علاقة لها بهذا الشعب وأنها في واد والشعب في واد آخر. كلنا في دافنا فلسطين صامدة.